حياكم الله جميعا. اليوم عندنا وصفتين بانكيك، وصفتين بانكيك للفطور. راح تكون واحدة بطريقة الخاصة وواحدة بطريقة عبود، وبنقيم في الأخير بنشوف مين أفضل وصفة، فخليكم معنا. ترى لو تلاحظون انه عبود كل ما تقابل انا وياه نسوي وصفه، فشوفوا الاكل. انا احب الاكل. ايوه متين سابق، متين ان شاء الله بعدين ننزل لكم كيف نحب. المهم احط انا بالنسبه لي الخليط حقي، راح احط حبه موزه كامله، شوفان، بروتين كازين. هذا اهم شيء، هذا اهم شيء حقك يا. ايوه طلعنا فيه. انا قاعد اقول لعبود انه بروتين الكازين انا جربت انواع كثيره، بس في البانكيك بروتين الكازين مره شيء جاي. والله ما قد ذقته انا ترى، اول مره اذوق. دحين ذوق صراحه، اقسم بالله اللي ما جرب ذا اقسم بالله خسران من الاخر. غير كذا بستخدم حبتين بيض، ما بستخدم صفار. اللي بيستخدم صفار يقدر يستخدم، ما عندي مشكله. وبستخدم القرفه بينهم طبعا. ايوه وحبتين استفيان. غير كذا بأطحن الشوفان. انا عامل الشوفان معامله الدقيق. ليش؟ عشان يكون من جد بانكيك. اما احط الشوفان زي كذا زي ما هو، ولا ذاك اللي يجيك صغير، حتى حبه الصغير لا يا اخي، اطحنه واعمله معامل الدقيق. ترى بتسويه بوصفات الين ما تطفش وبس. طيب بالنسبه لي انا بستخدم هذا الخليط الجاهز، فلاب جاكت، طبعا جلوتين فري. الناس اللي عندهم حساسيه من الجلوتين او من القمح زي انا دائما اتحسس بسبب الانتفاخات وغازات وكذا، فطلبته من اي هيرب، موقع اي هيرب، ما هو غالي صراحه، وخليط جاهز بس انه مو مره حالي. بنجرب الوصفه هذه بالخلطه هذه، وهو بالشوفان والبروتين. انا جربته قبل كذا لكن اليوم بمكونات جديده، حضيف عليه بيضه بالصفار لانه انا احتياجي اقدر ادخل فيه صفار البيض، 10 جرام واي بروتين، نكهه الكوكيز اند كريم، مو احتياج، مجرد بس عشان نكهه وطعم، وتزيدك بالضبط. على الرغم من انه هذا فيه 20 جرام بروتين تقريبا في السيرفنج الواحد. طبعا اثنين استفيانه، زبده الفول السوداني بنكهه الوايت شوكليت او الشوكولاته البيضاء. والله جباره هذه، سر السر في الوصفه، لازم في كل وصفه في سر. وغير كذا عبود، ضيف على كلامك انه البانكيك اللي بيسويها عبود ترى بالنسبه للناس اللي ما عندها وقت ترى مره خيار حلو. صح، بدل ما تضيع وقتك وزي كذا وتطحن وكذا. ايوه بس هذه للي بيوفر فلوس وعنده وقت. هذه شيء بنشوف احنا الحين كيف يعني. هذا حق الناس اللي متدلع ماديا. ايوه وما عنده وقت. بالضبط، وهذا اللي عنده وقت وفي نفس الوقت حسب حاجته هو الماديه. صحيح. اخر شيء طبعا السيرب، شوكولاته، هذا شوكر فري خالي من السكر، وسعراته يعني حرام انك تحسبها يعني ولا شيء، يمكن 15 سعرات في ال 50 جرام. انا اقول احسبها اذا كنت بتنشف. طيب الحين انا راح اوزن الشوفان عشان اطحن، عرفتوا؟ فاحتاج 20 جرام من الوصفه هذه، وكل واحد زي ما قلنا في المقاطع السابقه كل واحد حسب احتياجه، حسب الشيء اللي يحتاجه. حاليا ايش بسوي؟ بهرس الموز لين ما يصير على قولتهم ينزل مويته ويصير قوامه زي ما تقول يعني مره شيء كذا سائل، عشان ايش اقدر احط عليه الشوفان واخلطه معه. طيب نبغى شيء زي كذا يصير، الموز يصير زي كذا مره مهروس. طيب حطينا دحين الشوفان، وبضيف حبتين بيض. طريقة انك تفصل الصفار عن البيض اتوقع كل الناس تعرفها، واللي ما يعرفها اول شيء تفرش البيضه البتن تفكيش. ايوه تحط نص الصفار هنا وبعد كذا تقعد تقلب. واللي احتياجه على قولتهم من الدهون باقي له احسن له يضيف، بتعطي نكهه لو اضاف البيضه كامله. طيب حاليا انا حسوي الخليط حقي. اول حاجه حصفر الميزان، بضيف من هذا الخليط 30 جرام وبيضه كامله،
اضيف 10 جرام زي ما قلنا، بخلط المكونات كذا كلها على عجاله وارجع لكم. في اضافه نسيت اقول لكم عليها، الفانيليا، بس غطا صغير يعني كنكهه كذا، ويعطي طعم، والله يعطي طعم جامد. تطلع ولا تزعل؟ فوز عليه. هذا السر حقي عشان بيصير وصفتي احلى، يروح يقول لي حط لي. اللي بيفوز عليه بالفانيليا لا مستحيل. بس كذا. طيب بالنسبه للقوام حق الخليط، الوصفه الخاصه فيه يعني، هذا هو القوام. كذا يطلع معك. اذا ما طلع معك زي كذا عيد الوصفه. لا شيء. يعني شكله بيفوز علي. انا اليوم والله احس اني ماني في يومي، عرفتوا؟ بدا التصريف. دقيقه شوف طلع ثقيل ليش؟ لان الموز ما كان مهروس مره، بس انه والله العظيم صدقوني راح يقول عبود انه ذا افضل من حقه. انا اقول لك بروتين الكازين مع الموز مع اللي. طيب نشوف حاليا نبي نطبخ، كل واحد عنده صاج يعني، انا عشان يفخم حاخذ الكبير، هو حياخذ الصغير. انا بالنسبه لي اشتريت هذا الفتره الاخيره طحت فيه، اللي هو بخاخ عادي، بخاخ عادي حق طبخ، بس انه ينفع ليش؟ للاشياء الحاليه، المخبوزات اشياء زي كذا، فمره كويس. بنطبخ نخلص الوصفات ونوريكم المنتج النهائي. طيب اخر اللمسات الاخيره، بس الستيفيا الثاني نرشه كذا بطريقه خفيفه. برش لي والله حقك يا حبيبي، ما انسى. طيب ايش قاعد تظبط نفسك؟ بس طيب ولا تزعل، نغش عشان اذا طلع حقه احسن نقول بسبب اللمسه حقتي. لا واثقه من نفسيها، مش واخد بالك. شوف عشان تحط الزبده هذه وتطلع بطعم حلو، حطها في الميكرويف 15 20 ثانيه تذوب، تطلع معك زي كذا. او حطها برا يعني، خليها برا يعني اذا كان المكان حار ممكن. حاليا هذه مرحله التقييم، انا بذوب من بانكيك حق عبود. هذا حق البانكيك حق عبد الله. الشكل ما يهمكم الشكل، انا حاولت اشتهي بس هذا اللي طلع معي. طيب هذا ما شاء الله. كيف تعرف ان البانكيك يعني من البدايه؟ الحين تحتاج البانكيك، تحتاج شوكه سكين. اذا قدرت تقطع البانكيك بالشوكه وتاكل بس الشوكه، اعرف انه من قوه طراوته الوصفه مناسبه وحلوه ومثاليه. والله قد كلامك؟ قد كلامك. اي جد. قد كلامك. إذا احتجت السكين فمعناته أنا بالنسبة لي الوصفة سيئة. سيئة. غير الطعم، غير الطعم. إيه خلاص جرب. الحين جرب. أنا واثق من البنك. طيب. جرب. طيب أنا بذوق أول شيء بالشوكة وأشوف. قطع. قطع بسرعة. إيه جرب. بالنسبة للتكستشر حلو. شوف الطعم. مع القرفة كذا والصوص شوية. بأمانة يا عبد الله جا مني عشان كمل من جد. شوف أنا إنسان دب كلمتين سابق، ما أقدر أحكم صراحة من أول مرة، بذوق لقمة ثانية. دوب. بدون الصوص. دوب. طبعا بأمانة مو عشان أقدر أحكم. والله صراحة الأمانة والله شكرا. والله شكرا. وصفة بسيطة سهلة، مرة خفيف ومرة طري، والموز معته كذا ليونة و يذوب في الفم، والله يذوب في الفم، والله شكرا، شكرا عبد الله. الحين بعد ما شفت الكلام هذا كله، الحين بشوف هنا. انا ما احب بقول له ما ادري. والله قاسي اقسم بالله. طيب يلا. قاسي. بسم الله الرحمن الرحيم. حط مع صوص. بدون صوص يلا. انا عشان اكون معاكم صريح، جربت واجد ذا البانكيك الجاف، وطبعا مو غريب علي، بس انه يعني ما في لمسه يعني، ما في موز، ما في اشياء انت ضايفه تحبها زي بروتين الكازين، ترى طعم مجنون مع البانكيك، جربوا وشوفوا. طيب خلينا نقيم، نبدا نقيم.
كم تعطي من عشرة؟ شوف أعطيه صراحة في الجاهز سبعة. حلو. سبعة لأني أنا عشانه جاهز. إيه لأن أنا ما أحب البنكيك كذا على قولتهم ما في أي إضافات، ما في موز، ما في الأشياء اللي نحبها. طيب أنا صراحة أنا كريم شوي أحسن منه، فأعطيه صراحة ثمانية، ثمانية ونص من عشرة، لأنه صراحة والله طري وزي ما قلت لكم يذوب في الفم بسبب الموز وبس. متوفر في كل بيت، يعني أي واحد يقدر يسويه ذي الخلطة، أي واحد يقدر يسويه. صح. على فكرة أنا أسوي هذه الخلطة كثير، بس الفترة اللي راحت كنت أنا يعني وقتي ضيق فاشتريت هذا الخليط. ومع أنه يعني الشوفان مفيد لي، ما سبب لي حساسية يعني عشان نقول فيه جلوتين ولا شيء زي ما تكلمت في بداية المقطع، لكن زي ما قال أنه جاهز وسهل واختصار للوقت، فصرت آكل هذا الخليط يعني. ولا هذا قد سويت قبل كذا لكن بوصفة عبد الله اليوم يفوز. أي بروتين من الكازين كيف؟ والله مرة مسوي شغل مرة جبار. نكهة نكهة الفانيليا، أنا جربت الفانيليا غير وما جربت من النكهات، بس جرب. أنا أول مرة أذوق بروتين كازين. طيب هذا كان مقطعنا لليوم، أتمنى أنكم استمتعتوا. لا تنسون اللايك، الاشتراك، فعلوا جرس التنبيهات، وشوفكم على خير. مع السلامة.